نستضيف اليوم مير نعياد المدير العام لأير دبي الذي ينطلق بنسخته 12 في 21 مارس ويستمر إلى 24 منه. مير أخبرينا أكثر، ما أبرز فعاليات هذه الدورة من أير دبي؟ السنة منقدم 105 صالة عرض جايين من 48 دولة. لأول مرة عنا صالة عرض بيجوا من أيسلند، كازاخستان، إثيوبيا وغانا وغيرهم. ففي فعاليات كتير كمان من ضمن المعرض، منهم المنتدى الفني اللي بياخد فكرة الأتمتة السنة والذكاء الصناعي. كمان عنا صالة عرض اسمها Residence، هاي أول مرة منقدمها السنة، وهي عبارة عن 11 فنان نقيناهم ليجوا على الإمارات، قعدوا بين الأربع وثمان أسابيع بين دبي وأبو دبي، والأعمال اللي عملوها بهالفترة رح تنعرض بالصالة الجديدة. عنا Art Dubai Modern اللي هو السنة أكبر عدد صالات عرض، 16 جاليري جايين من 14 دولة. ومودرن بيأهل برواد الفن بالعالم العربي وأفريقيا وجنوب آسيا اللي نتجوا أعمال بالقرن العشرين، سو تقريبا بين الأربعينات والثمانينات. كمان عنا ندوة مودرن، وهي الصالة السنة اشتراكا مع معهد مسك للفنون. بالنسبة لكونتمبري اللي هو للفن الحديث، عنا 78 صالة عرض من 42 دولة. هلا في غير صالات العرض، في فعاليات كثير بتصير حول المعرض. أهم شيء سنة 10 سنين لجائزة أبراج للفنون، والجائز السنة هو لورنس أبو حمدان مع نيل بلوفة، علي شري وبسمة الشريف، بس هي 10 سنين لهالجائزة. طبعا في شيء للأطفال، الشيخة منال بتقدم صفوف للأولاد بين 5 سنين و17 سنة. فيعني من 21 ل 24 مارس في كثير إشياء الواحد يقدر يعملها بأير دبي.